كنت مرة بمطعم مع بعض الأصدقاء وعلى طاولة مجاورة أب مع ابنه عمره مش أكتر من 5 سنوات. فرحت بهالمشهد، خاصة أنه قليل لنشوف أب عم بيقضي وقت كواليتي تايم مع أحد من أولاده لحالهم. ولكن الملفت كان أنه خلال القعدة البي ما نطق بكلمة والابن كان ساكت كل الوقت، باستثناء مرة بس وقع الابن كباية العصير على الطاولة، عبر البي عن استيائه ووبخ الابن. كانوا قاعدين مع بعض بس ما كان في تواصل. أنا ما بعرف هالعائلة بشو مارقة، ولا أنا بحق لي أحكم مع هالبي، بس اللي بعرفه أنه دراسات أثبتت أهمية التواصل الإيجابي بين الأهل والأبناء ومخاطر عدم التواصل، وهيدا موضوعنا اليوم بنصيحة خبير. أنا كارين ماث تيتشر، معلمة مادة الرياضيات بمدرستي. بحب الكلمة باللغة الإنجليزية connect، يلي هي أعمق من communicate تواصل. التواصل بيتضمن مشاركة، تعاطف، تفاهم، تعبير عن محبة وعلاقة إيجابية بين الطرفين. الأولاد اللي بيفتقدوا للتواصل الإيجابي والمستمر مع أهلهم بيواجهوا صعوبة ببناء صداقات وبالثقة بالناس وبالتحكم وضبط العواطف self-regulation. بدون علاقة سليمة مع أولادنا كتير صعبة بتكون التربية. أما التواصل الإيجابي بين الأهل والأبناء فبيؤدي إلى نمو الطفل بشكل سليم اجتماعياً وعاطفياً وفكرياً، والقدرة على مواجهة الضغوطات والمواقف الحياتية الصعبة بطريقة أفضل، والقدرة على بناء علاقات سليمة مع الأصدقاء. انعمل اختبار على طفلة تبلغ شهور من العمر. دكتور إدوارد ترونيك طلب من الأم تضحك وتحكي وتلعب مع بنتها كالعادة، وفجأة تتوقف عن الرد على الطفلة، ما تتطلع فيها ولا تحكي معها، تعطيها وجه جامد ستيل فيس لمدة دقيقتين. طفلة بأول كم ثانية بتلاحظ إنه في شي غريب عم بيصير، بتصير تبتسم وتضحك لتلفت نظر الأم، بعدين بتصير تدل على أغراض بالغرفة، من بعدها بتصرخ وبتعمل أصوات وبترفع إيديها نحو الأم وبتبكي. وهيدا الاختبار بيعطينا فكرة عن وضع الطفل لما التواصل يكون مفقود: إحباط، حزن، خيبة أمل، وإظهار رغبة شديدة للتواصل معنا. بأوقات أولادنا بيعبروا عن هالرغبة بطريقة حلوة مثل الضحك واللعب للفت النظر، وأوقات بطريقة قاسية: صريخ، عدم طاعة، وتمرد. من لحظة الولادة الإنسان جاهز للتواصل. للأسف كتير بسمع ناس بيقولوا بعده صغير ما بيفهم، ما بيعرف، وهالشي غير صحيح. إذا كان عمر الولد 6 شهور أو 16 سنة هو بحاجة يكون باتصال معنا كأهل وبعلاقة مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة. نصايح للأهل: خصصوا وقت لكل ولد لحاله يومياً أو أسبوعياً، وبس تكونوا معهم كونوا معهم، أعطوهم كل الانتباه والاهتمام، حطوا التليفون على جنب وكونوا مستمعين جيدين. عبروا عن محبتكم إلهم بالكلام واللمس، عبتون، بصون، لعبوا معهم وشاركون النشاطات اللي بحبوا يقوموا فيها. خبرون عن الصفات الحلوة اللي بيتمتعوا فيها، ولما يقوموا بعمل ناجح قولولن كلام مشجع. احترموا وتقبلوا كل المشاعر يلي بيشعروا فيها، validate their feelings، وحسسون انه أهلهم بشكل دائرة أمان تسمح لهم بالتعبير عن أي شيء بمروا فيه أو بيشعروا فيه. مثلاً إذا بنتي بكت أو شعرت بالحزن ما بقلها وقفي بكي، الموضوع مش حرزان، بقول بعرف أنك زعلانة، معك حق تزعلي، وما عليه نشعر بالحزن أو الغضب بأوقات، أنا هون وعم بسمعك إذا حبيت تخبريني أكتر، وأنا رح ساعدك تتخطي هالموضوع. سألوا أسئلة بحسب عمر الولد وساعدون بيحلوا المشاكل اللي بيواجهوها. ما تعطون الحلول، ودون من خلال الأسئلة والحديث لهن يعطوكن حلول أو كيف كان مفروض يتصرفوا بموقف معين أخطأوا فيه. قوموا بنشاطات كعائلة بشكل منتظم، مثلاً قراءة كتاب مع بعض قبل النوم، أو مشاهدة فيلم كل أحد عشية، أو الذهاب لنزهة كل سبت. بس نحكي عن التواصل والعلاقات الإيجابية، ما منكون عم نستثني التأديب.
التأديب موضوع آخر بس أكيد مرتبط بالتواصل، ممكن نحكي عنه بالتفصيل بوقت لاحق. لازم يكون في قوانين بالمنزل بتناسب عمر الولد ونشرح له الأسباب اللي دفعتنا لوضع هالقوانين، وقت محدد للنوم، وقت محدد بيقضيه قدام الشاشة، وقت محدد للقراءة والدرس يومياً إلى آخره. المهم لازم الأولاد يعرفوا شو منتوقع منهم، وإنه إذا أخطأوا نحن بعدنا منحبهم بنفس الطريقة. رح يكون في نتيجة لأفعالهم، بس هيدا ما بيعني بطلنا نحبهم. بالنهاية اتذكروا إنه أولادنا بيتبعوا مثالنا وسلوكنا أكثر من التعليمات اللي منوجه لهم إياها.